محمد كيبغي الزواق. الفوق غادي نزيد مع جريمه المعلى هاد العطيه وغادي نحطها من الفوق. السلام عليكم لا فامي الناس الزوينين، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم هانيين، الله يحفظكم، الله يخليكم لينا كاملين. كنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم، على الحب ديالكم لينا، على الفيديو الاخراني البانك اللي درنا لمحمد. كيف كتشوفوا الصراحه عجبكم بزاف. اليوم قعدت انا وعادل وسي محمد وسي حسين، غادي نمشيو ان شاء الله لواحد البلاصه. ان شاء الله انا وعادل داكشي غادي نمشيو لواحد البلاصه اللي غادي نطيب له انا الدجاج، الدجاج ديال جميله، يعني الدجاج المقلي الناضي اللي بالاخر كيديروا ليه البيض. عمرك كديروا بحال ديال جميله؟ اشوف كنتحداك انا، عمرك انا اللي علمت جميله. عمتك انا اللي علمتها. المهم اخوتي اللي بغيت نقول لكم، عادل فهمتي كلهم ناقصين بالقدرات ديالي، وكان انا غنصدمهم وخليكم معنا، غنصدمكم واخا حتى ديروا لي هادشي. غادي نمشيو ان شاء الله وغادي نشوفوا شنو جبنا معانا، يعني كوزينه جبناها الله في الطوموبيل بالصيبيه، وبغينا ديك الجلسه مولاتي تكون واعره، بغينا تكون على هاد لافيو اللي غادي نمشيو ليها مالا خطيره. خليكم معنا احبابي، حتى الحماق عليكم واخا عادل فيه بوفال، فيه بوتفتاف، فيه بوتفتاف، حيت الطريق فيها بوتفتاف، فيها بوتفتاف. يلاه خليتكم على خير، بيزوات لكم. مالك يا سفيان؟ يا خويا بقينا طالعين في الجبل ومابقاش كاع باغي تطلع الطوموبيل، حلات وعندك شقس لنا، عندك ترجع الله شويه. اي وي وي، الناس فين وصلنا الطوموبيل؟ انا قررنا نطلع الفوق في الجبل، رجع شويه ماشي هذا معلم. شفتيها؟ عندي شويه حيت سخفت، قهرتيني بديكفا، حط حلي الطونسيون الحباب. هادشي كله وعدي على الدجاج غنطيبو الفوق. عرفتي بدا الشمس قتلنا قريبة بزاف، شتا كاسكيطة كاينة واحد الكاسكيطة. كيفاش في خصنا فينا نطلعو؟ عرفتي داك الغرس، داك الغرس اللي لهي ها الطريق ها هي. قول عاود بالله مش طارق، عاود بالله مش طارق. بسم الله الرحمن الرحيم، ياك وصلنا لهنا شفتو الجبال؟ شفتو ما محمد؟ شفناه. يلاه رجع، يلاه رجع صافي، الله يجعل البركة. أنا عييت عماني كنت كنتخيل الطوموبيل غنجيبها. شوف دوري لهم فين وصلتي، طالعين الفوق الجبال والهضاب والغابة، ما كايناش حتى الغابة، كون كانت تكون ضللنا. عندها بلا بويس في هذا الطوموبيل، الله يحفظها الوالدية. كاينة ولا لا؟ ودابا خصك توجد راسك دابا على الله، خاص عادي توجد طلعة. يلا هز والله تهز انت بالله، داكشي غنقسموه محمد اللي ما يهز والو. انا غنطيب، طيب لنا انا نشعل لك العافية. الله يجعلك، الله يحرقك، قتلتيني. يلا خليكم معنا غنطلع نطيب لكم داكشي الخاص. لا حتى نص الطريق عاوتاني ونصورك، شوف كي تبهدلتي. بهدلتيني محمد. الدجاج باش بلاش من الثلاجة، ما جبتيش من الثلاجة؟ وابقى في الثلاجة، وابقى غسلته مزيان محمد، وقلت لك حطيته في الثلاجة لتحت. وانا مالي عندي عقد قارون، ودابا خليك تما كنرجعو انا وياك. يلا وانتوما غير ديو داكشي بلا الفوك، كنتو خير في الاخير، انتوما سير راه بقى عاد الماء ديو معنا نصايبو. حط الماء، راه غنموتو بالماء. ايوا حط انت غادي للدار والله، حتى ديها في الطريق ديك الطواله كامله ملي تسطيت خليتيني وسط الصحراء القاحله وبغيتي دي حتى الماء. سير تغا فوز في الفلانوزون، عاد الطريق ابو حماد اللي داير لنا السي حسين. لا عارف الطريق كيفاش نجع حسين، و شكون اللي غيهز هادشي؟ قلت زعما نطلع انا وعادل هادشي بما راجعين انتم. لا حول ولا قوة الا بالله، قسما بالله الاكبر شمس العشية وقعت لينا في الحياة ديالنا. شنو هو الدجاج؟ جيب الزيتون الاحمر، جيب الحامض وناسي الدجاج في الدار. كيعيط فيا قال لهم انا غنطيب سير جري سير، انا غنمشي الحسين. وما تقول لهم سمعتي؟ وما تقول لهم راه نسيت. هانا الحسين غنمشي. يلا الله يديك على خير. عندك جمعينا في الهريسه، ما نسيتيهاش محمد. زيدني البيض كامل.
زيدني البيض باش نسوق. يلا مشيو انا وياك محمد. يلا يلا عاد يلا. واش باك الله على محمد؟ الله يبارك فيك. دابا جبنا الدجاج صافي دابا غادي انا شو عاودتي جبنا الماء جبنا كلشي الدجاج. عرفتي شنو قلت لهم؟ قلت لهم لعله خير. سلم على السيدة محمد. احنا وصلنا اخوتي من جديد الحمد لله غنزو الدجاج وغادي نطلعو. غنطلعو اخوتي عرفتي واخا كيبان لكم بحال هكا قريب عرفتي هاد الجبل باش نوصل ليه انا. انا كنت غنستغنى على كلشي قلت العادي صافي الله يعاونك انا ما تنجيك ما كتجيني بسلامة انا رجعت حالي. ايوا هذا مكان خليكم معنا والله تنصور لكم لي ديتا ديال هاد الفلوق بغيتكم متزابيوش نديوها. يلا على مولانا واش عرفتي شحال باقي لك ديال الطريق؟ خذ فيك انا ماشي ديال هادشي ديال السلام. عرفتي عرفتي دوك الناس اللي في ذاك الفلوق الاول ديال الطريق؟ لا واش عقلتي واش عقلتي على ذاك الفلوق الاول؟ عرفتي عرفتي عطيني راه غنضرب شي صاليه لا ستيني شي حاجه. سمعني واش عقلتي على داك البلوك سمعني يقول واخا جو بلا ما تصحك. زيد محمد زيد محمد بشويه عليك محمد بشويه محمد غادي يدعمو. سمعني واش عقلتي على داك الفلوق الاول فاش يلاه كنا جايين من كازا وقلت لك انت راجل وقلت لك ها انت تبهدل راجل راجل لا عييت انا صايح. يلا نتوكلوا على الله ليتس كو. يلا يلا والحسين تبارك الله عليه تيطير بحال شي معيزانه قدامي دل تك 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 وصل بالزربه وفشلت وعتمني قلت له لا طلع اهلا اللي داخل اللعب دايس صراك لا ما يبكيش بيك. يلا محمد محمد شوية عليك في الطريق. انا عطيك واحد الزوا في الطاقي في كاس وعقلني ودي ما كتنسيني يا محمد عقلني ولا هي دابا قول لي كلشي كلشي غيعقلك فيه المناضة داكشي اللي كتبغي داكشي كامل المناضة بديلة هادشي نعم اترجع معنا؟ رجع معنا محمد اخوتي ولكن ما غديش لنا بحال الالي ما تبقاش تسوق في كل دقيقة. لا 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 البويل البرات برات تبارك الله عليك علينا عاد موجد حتي كان ديباني ويوصلنا واش كيقولوا عادي تسوى فيه. لا ولكن شوف 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 الفيو اللي كان انا غير نتفكر راسي جيت لهنا وغنبكي بلا بصله. يلا حامض وفين وصلتي؟ اش شعلتي انا اللي شعلت هي الكذاب كيف جبتيني شعلت العافية عاونتك وعاونتيني سمعتي شوية ديال مسكين محمد خاصو يرتاح. لا طلع نعاس عرفتي ديك الطريق اللي دار يمكن شوليتي بجاج جوع وانت ثقيل يلاه طلع وكانت عمتي كنت غدينا قبايلة عند عمتك عندي شوية انا تخون بزاف على عين الشيطان على عين الشيطان. قلت لمحمد زيدني بيضة ما زادهاش جاب لي جوج ايوا نسوقو غي جوج وفين غنحطوها هنايا ما عندي ما يتسالك اسيدي والله الا كنشدو القزبر والثومة كنعطيو مع بعضيات. شنو كتشدو؟ قزبر والثومة قزبر جايب فيا خوتي خوتي ما
صافيان بركه من تقعد تقيتي داكشي مزيان. ومن بعد الحباب فاش دقيت القزبوه مع الثومه انا حطيته هنايا مع هادشي الزيت البصلايه اللي حطيتها في الاول عاد غادي نحط جوج دجاجات نحطهم على الكاش ديالو باش يطيب على السدل ومن الفوق غادي نزيد مع جغيمه الماء على هاد العطيه وغادي نحطها من الفوق ونحطها تطيب وخليكم معنا عطيه كاس ديال الماء طيب بارك الله عليك وفين وصل داك الشيء قهرتينا بالجوع ايوا دابا خوتي حنا صورنا داك الشيء ما عتعجبكم بالك خوتي كجد خوتي خوتي المهم اخوتي كيف كتشوفوا حنا حطينا الدجاجات ديالنا ودابا غادي نحطو عليهم وان شاء الله باذن الله واحد شويه ونرجعوا ليه اللي حشمنا وانا ما بغيتش با محمد والسي الحسين يضحك علينا السي محمد راه ناس ما غطو كيميز من بعيد كيشوف كيقولوا انا غادي نشوف هذاك الفويسكا اش غادي يدير خليكم معايا ايوا لا فامي شغنقول لكم هادشي وجات ديالنا ريحة عادل كي دايره لا لا واعر الصراحة والله فهمينا الزيتون حمر دابا شنو غادي ندير غادي نشد الدجاج غادي نحطو بواحد البروسيل باش ميتعيرش بزاف حيت غادي زعما مغاديش يبقى باين في المطاي زوين ونخليو هاد المريقة تقلى مزيان وإلا نحطو في الأخر غتبقى فينا الجوع حنا المرقة هاد المريقة وباش ناكلو ناكلو داكشي اللي كاين خليكم معنا حبايبي تبارك الله عليكم ناري يا حسين ما كملتيهاش في الطياب الحسين ما سلقتيش البيض مزيان الحسين جديد انا كنت داري الكليله ديال الفيديو الزواق وداك الشيء التاويل دابا هذا جديد ماشي جديد انت ما عرفتيش انت يدك كبيره وكتضرب بالجهد داك الشيء علاش شوف الجنوب الضغمي غادي ها تيدي اللي شاف الكبار ما عرفش يصاوبوا هذا الشيء معقوله ولا لا حسين معقولة محمد؟ إيه محمد راه كيتسنى في الماكلة من قبايل ياك محمد؟ هادشي كامل على قبلك محمد قال لي والله تنزوق ليه هادشي قلت لي عطيني ناكلو خلينا راه فينا الجوع قال لي لا محمد كيبغي الزواق كل هي خد نص بيضة عندك بارك الله عليكم الحباب ديالي كيف كتشوفوا جينا في الاخر ديال الفيديو صراحه التحدي وصلنا ليه يعني قمنا بالتحدي وتبارك الله داكشي جا كيف ما الوالدة الصراحة كتحطم وتبارك الله عليكم كنحمقوا عليكم بزاف وكانت التجربة اللي خطيئة خطيئة بزاف وانا ما غنكملش الفلوق حتى نوصلوا على خير ان شاء الله تبارك الله عليكم بيزوات ليكم وكي جاك الحسين وكي يوم وكي يوم الحسين اشوف التفصيل الحاس عجبك داكشي خطير ياك الله يحفظك يا حبيبي الله يكبر بك محمد كي جاك داكشي بصحة الله يحفظك الصحة ما يقولش لك محمد يدليت الله يحفظك وتبارك الله على سيدي عادي ودابا غادي نضرب الدلاع هذيك اسيدي انا احسن فاكهه عندي المهم اخوتي تليفوني والله حتى غيطفى ما بغيت نكمل معاكم قسما بالله تليفوني غادي يطفى تنكملوا ان شاء الله ياك واخا تبغى الدواء ما تلقاش هذا الباك ما تلقاش الدجاج محمر فوق القمه ديال الجبل الله يحفظك يا حبيبي الله يكبر بك تبارك الله هذاك السيد اللي معنا صوروا لي فينا هو وصل عليا الطوموبيل تبارك الله وحنا باقيين يلاه شوف محمد مسكين تشغل بداكشي اللي عندك ونهزيتي الزربيه ها